فاكرينها انتخابات بجد؟ لا بجد والله، انتوا فاكرينها انتخابات؟ قاعدين كده ومقتنعين ان اشترى طياره بنص مليار دولار، هيقول لك مبروك عليك انت فزت بالرئاسه، تعالى خد ده مني. اللي عمل قصور، اللي راح جاب فرش من فرنسا ومن لندن، جاب مفارش وجاب انتريه وجاب شويه حاجات وموبيليا من فرنسا ومن لندن لانتصار ب 25 مليون دولار علشان يعمل لك قصر كده محندق في العالمين. ده هيجي يقول لك تعالى خد الرئاسه. هوريكم فيديو لاحمد طنطاوي المرشح الرئاسي احمد طنطاوي وهو في الشرقيه امام الشهر العقاري السيسي. فاكر لما قال لك السيسي؟ قال لك انا هدفع 100 جنيه وشريت ترمادول، اهو اللي السيسي بيتكلم عنهم نزلوا عملوا كده مع احمد طنطاوي. عارف بقى معاليك الناس اللي وقفت لاحمد طنطاوي في الفيديو دول مين؟ دول واحد الاول اسمه ماجد دياب امين تنظيم حزب مستقبل وطن في الزقازيق، والتاني اسمه عادل باشا، عادل الباشا او عادل الباشا حاجه زي كده، برضو عضو في حزب مستقبل وطن في الزقازيق، اللي هي البلد يا جماعه عايزين تغيير الى الشارع من الاسكندريه لاسوان، مش عايزين تغيير وعايزين تروحوا لصندوق الجيش بيقول لكم بتاعنا احنا. يبقى يا جماعه انتوا جزء من اللعبه، نقطه من اول السطر. تنظيم حزب مستقبل وطن ده الناس دي هي الناس اللي استخدموهم في الانتخابات بتاعت نقابه المهندسين. الحدث اللي حصل في نقابه المهندسين كان دليلا لكل واحد عايز يقول ان دي انتخابات، ان بيقول لك ما سمحتش ليك انتخابات في نقابه مهندسين، هديك كرسي الحكم. تخيل انت ده مرشح رئاسي، الراجل اللي مش عارف يمشي خطوه في الشارع ده مرشح رئاسي. فانت بقى لما تيجي نقول لك دي مش انتخابات، تلاقي الناس يرد يقول لك نوعين من الناس، النوع الاول اللي هو بتاع انصار السيده سيبك منه، النوع الثاني الناس المحترمين يرد يقول لك انت كده مفيش امل، انت كده مش عارف بتعمل ايه في الامل. امل مين؟ امل حياتي يا فول حراتي، امل مين؟ امل مين في مرشح رئاسي مش عارف يمشي في الشارع؟ طيب تاخد بقى الفيديو الثاني، احمد طنطاوي بالفيديو اقسم على الله وبالله ان لا هو ولا زوجته ولا والده ولا والدته عارفين يعملوا توكيل، عارفين يعملوا اسرته، اسره المرشح الرئاسي مش عارفه تعمل توكيل لاحمد طنطاوي. بس دي انتخابات، انت حاول وانت قاعد مع نفسك كده بص تلفها يمين تلفها، انت حاول تظبط عنها انتخابات، مشيها انها انتخابات، مشيها انها انتخابات. احمد طنطاوي اللي كان نائب برلمان كان يعتبر النائب الاشهر في البرلمان اللي فات، البرلمان اللي بعت رموز صرافير، كان احمد طنطاوي هو النائب الاشهر في البرلمان ده، يعني اكيد له زملاء كتير جدا موجودين في مجلس النواب، مش عارف يجمع توكيلات من مجلس النواب، بينما السيده جميله اسماعيل راحت امبارح مجلس النواب عشان تجمع التوكيلات وتسهلت لها الامور، بينما عبد السند ابو يمامه اللي ما فيش اثنين ثلاثه يعرفوه في شارعه، يعني في الشارع بتاعه ما يعرفوش غير اثنين ثلاثه بس، جمع التوكيلات بتاعت مجلس النواب وخلص، بينما حازم عمر المرشح الرئاسي اللي والله اول مره اسمع اسمه زي اول مره اسمع اسم عبد السند ابو يمامه ده، والله ما اعرفهم، الاثنين جمعوا التوكيلات بتاعتهم وراحوا هيقدموا الورق الترشح الرئاسه بتاعهم خلاص. احمد طنطاوي اللي هو يعتبر الاشهر فيهم، بالعكس ده السيسي مفترض ييسر الامور لاحمد طنطاوي، انت كده كده يا سيسي هتاخد شوربه، هتاخد كوسه، هتاخد كل حاجه. وخرج امبارح هوريكم في الفيديو اللي جاي، هوريكم في الفيديو الجاي كميه فنانين من كل مكان، نيلي كريم وواحده اسمها دينا فؤاد والسيده دينا الهشك بشك وفيفي عبده ونهال عنبر واسمها ايه ليلى طاهر وميمي جمال واحمد عز واحمد السقا وعصام السقا وكريم عبد العزيز ونيلي كريم، كل دول هيصه والهام شاهين كله بالاوامر 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 المخابراتيه بالاوامر بالاوامر، كله خرج امبارح اعلن دعمه لعبد الفتاح السيسي. لكن احمد طنطاوي اللي هو يعتبر اللي هيعملها انتخابات، هو اللي هيخليها لك يا سيسي كانها انتخابات، مش راضيين يخلوه يعمل توكيل واحد، وكل ما يروح
يلاقي اللي السيسي قال عليهم بتوع ال 100 جنيه وشريط الترامادول منتظرينه بالشكل ده. انت بقى بص، جيبها يمين جيبها شمال، لازم تمشيها انتخابات. هرجع تاني للسؤال الاولاني اللي سالته قبل كده في اول فيديو اتكلمت فيه عن احمد طنطاوي وترشح الترشح للرئاسه من حوالي شهر تقريبا. سالت قلت متى سينسحب احمد طنطاوي؟ هل احمد طنطاوي هيكمل المسيره للنهايه وبنفسه وبيده يضع نفسه موضع حمدين صباحي؟ هذا الرجل نلتمس له حسن النوايا عنده، وما نعتقدش ان هيودي نفسه الموضوع حمدين صباحي. طب هل هيعمل زي خالد علي في انتخابات 2018 لما خالد علي شاف اللي حصل لعنان، مش عارف شاف اللي حصل لايه، راح قال لا شكرا اعلن انسحابي، دي مش انتخابات. هل ممكن يعمل زي خالد علي؟ انت مش عارف تجمع التوكيلات يا استاذ احمد، حضرتك احنا بنلتمس لك حسن النوايا، انت من جواك مش عارف تجمع اسرتك في بيتك، مش عارف تجمع التوكيلات، مش عارف تجمع 25,000 توكيل. والله الذي لا اله الا هو، لو كان فيها بصيص امل، لو كان فيها جزء من مليار جزء بان احنا عارفين ان هي شفافيه انتخابيه، والله ال 25,000 توكيل والله بعقد الهاء نجمعهم لاحمد طنطاوي في ساعتين زمن، في ساعتين نجمع له ال 25,000 توكيل لو احنا واثقين انها انتخابات وان هي فيها جزء من مليار جزء من الشفافيه. 25,000 توكيل مرشح رئاسي يعتبر الاشهر في هذه الانتخابات مش عارف يجمعهم، تبقى انتخابات ازاي؟ ليه الاستاذ احمد طنطاوي مكمل؟ ليه مكمل لما هو بيقسم بالله ان اهل بيته، اهل بيته مش عارفين يعملوا له توكيل؟ تاني الفيديو. ليه مكمل؟ ده السؤال المنطقي. ليه مكمل؟ ليه بتحاول توصل للرأي العالمي ان بقى السيسي راجل حر وان انت بتنزل في الشارع هو السيسي راجل حريات وانت بتنزل عادي جدا في الشارع وهو بتتكلم وبتنتقد الرئيس ليه عايزين ليه عايزين نكون جزء من الحكايه، جزء من اللعبه، جزء من المسرح؟ يا عم لا، عايز تقدم للشعب المصري شيء رائع جدا يا استاذ احمد، طالما مش عارف تجمع التوكيلات بدل ما يخرجوك بانك ما عرفتش تجيب توكيلات، اخرج بان مش عارف تعمل، اخرج بانهم مقيدينها عليك، اخرج بانهم رافضين يعملوا لك توكيل. لما انت تخرج احسن ما هم يقولوا لم يستطيع، يخرجوا لك احمد موسى يقول لك مش عارف يجيب 25,000 توكيل، لان هم بيودوك للمرحله دي يا استاذ احمد. كلامك عن السيسي خلى السيسي عادل الحسابات من جديد، كانوا هيخلوا حضرتك تنزل وعادي ويمشوها، لكن لما لقوك بتنزل في الشارع والناس حوالين منك قال لك بس ستوب، وقف له التوكيلات، وقف له التوكيلات، وقف له التوكيلات، عشان مش نطلعه بقى. يعني السيسي مش هيطلع احمد طنطاوي بدرجه عبد السند ابو يمامه ولا حازم عمر الاصوات الباطله اكتر منهم زي موسى مصطفى، موسى وحمدين صباحي، لا ده هو هيطلعه انك مش عارف تجمع التوكيلات. رغم الفيديوهات اللي شفناها، رغم الناس اللي طلعت تتكلم بان هم ممنوعين من يعملوا توكيلات، رغم اللي شفناه امام الشهر العقاري في كل مكان واغلاق الباب، رغم اللي شفناه لما واحد يقول هعمل توكيل لاحمد طنطاوي يقول له روح، يقول له طب هعمله للسيسي يقول له تعالى، شفنا كل هذا رأي العين. فيبقى السؤال، ليه أحمد طنطاوي مكمل؟ هل عند أحمد طنطاوي خطة تانية وعنده أمل ويحيى الأمل وإن شاء الله الأمل يحيى؟ هل عنده خطة تانية إن ممكن يعمل حاجة في اللحظة الأخيرة؟ ممكن، وارد، ممكن، بس معرفش في ظل العسكر، في ظل الحكم العسكري. السيسي امبارح لما كان راح، السيسي خلى احتفالية 6 أكتوبر يوم 2 أكتوبر علشان خاطر يروح المجلس العسكري ياخد منهم الختم النهائي وخلاص، لأن أنت عارف النظام يا جماعه شاء من شاء ابى من ابى في ظل الوضع الراهن في مصر، في ظل الوضع الراهن في مصر، انا اسف والله حقكم عليا ان انا هقول الجمله الصراحه دي، لا تغيير الا بامرين، اما بالشارع كله من الاسكندريه لاسوان يكون الناس تكون في الشارع، او الناحيه الثانيه يكون بسيستم مع الجيش، والجيش مش راضي يوصل لمرحله من فكره حل وسط، لا الجيش مكمل مع السيسي، مكمل، قال لك والله الى الهاويه جميعا، مكمل مع السيسي، هو مش عايز يتراجع، مش عايز يتراجع قدر الانمله للبلد اللي خلاص رسميا اعلنت الافلاس، بل ان الجيش والمخابرات بيحشدوا الفنانين. انتظروا الفيديو الجاي، احمد طنطاوي اهل بيته مش عارفين يعملوا توكيل في الانتخابات الرئاسيه في دوله الحوار الوطني. سلام عليكم.